يخدم الوضع على خاطر بابا ما عندوش وبقعد نحب نرجع نقرا المعلم وعلمة نحب على القراية وصحابي عايزين نقولها نحب نقولها توحشتك وصحابي. بطلت بنتي على جال الطريق بعيد ما نتهناش عليها في الطريق والمسافة بعيدة برشا والظروف على قدها. المدرسة بعيدة علينا حوالي 4.5 كيلومتر. الطريق صعب جدا جدا، فيه الذيب وفيه حشاكل الحلوف وفيه ضباع وفيه فيه صعيب من جميع النواحي. في الشتاء وفي المطر ذاك عذاب شديد، ساعة إذا كان ثم مطر برشا ومعناه طبعت الدنيا وثم الواد حامل ما يمشوش يزمهم يغيبوا. تو إذا كان صغير يقرأ سنة خامسة وسنة سادسة ويجيب في معدل 8 و9، معدل 8 و9 باش يوصل بيه هذايا، ما ينجمش يوصل بيه إلا إذا كان الدولة نظرت لهم بعين الرحمة ووصلتهم مثلا شوية في حسنت لهم شوية في الأوضاع. أما بالنسبة للأوضاع هذه ما ينجمش، ما هوش مش يوصل بيها صغير.